محمد ايمن طالب الفرقه الثالثه بكليه دار العلوم ومسؤول العلاقات العامه بأسر البسمة امل. النهارده عملنا ايفنت رياضي بعنوان مصر تحيا بشبابها. كان هدفنا في الايفنت ان احنا نعمل ماراثون نبدا بيه نجري الاول نلف الجامعه، وده بالفعل اللي تم. اتحركنا قدام الاسره لحد قدام الاسره هنا قدام مقر الكليه لحد القبه، معانا شعارات حملناها للعقل السليم في الجسم السليم والرياضه فرض عليك. كان معانا الاستاذ عاطف كليه مدير رعايه الشباب الكليه، ودكتور محمد المنسي وفي كليه شؤون تعليم الطلاب، ودكتور ايمن فدان وفي كليه شؤون الدراسه العليا، ودكتور احمد بلبوله استاذ الادب كان من ضمن المشاركين معانا في الماراثون. وبعد كده جينا هنا لعبنا كوره الشباب معانا في الاسره والناس اللي في الجامعه كلهم. وبعد كده كان في تنس طاوله ومصارع ذراعين ولعب شد الحبل وكذا لعبه من ملعب ذكاء وحاجات زي كده، واهدينا الطلبه الفايزين في الاخر دروع التميز في العلوم الرياضي. وده من ضمن خطه النشاط اللي احنا وضعناها للسنه دي، ان احنا عندنا فعاليات كتير سواء فعاليات ثقافيه او رياضيه او فنيه. الهدف اليوم عندي ان انا اخلي اشجع الناس على ممارسه الرياضه مهما كان الجو. يعني النهارده تعمدنا ان يكون اليوم فيه امطار ويكون الجو وحش، ان احنا نثبت لهم لا ان احنا نقدر وان احنا نمارس الرياضه. يعني الرياضه دي شيء مهم جدا، احنا في الجامعه مش مجرد بنتعلم او بنعمل فعاليات ثقافيه، لا لازم يبقى فيه رياضه ويبقى فيه دور من النشاط الرياضي.